مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة أخبار ثقافة من تلفزيون سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها: سد وادي العرش بولاية ينقل مشروع مجتمعي لتنمية الموارد المائية. مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض تقتني النسخة الوحيدة بالعالم لإحدى مخطوطات شمس الدين السخاوي. قرية إسبانية تلجأ إلى اليونسكو بسبب جلسات الأهالي على الأرصفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. بسعة تخزينية تصل إلى 80,000 متر مكعب تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لسد وادي العرش بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة. السد الذي نفذ بتكاتف مجتمعي وأهلي يهدف إلى زيادة مناسيب المياه والتشجيع على زراعة المحاصيل الموسمية التي تشتهر بها المنطقة. بحيرة مائية تمتد على طول هذا الوادي تتوسطها أشجار من السدر وأنواع من النباتات البرية بين هذه السلاسل الجبلية، حيث يقع سد وادي العرش بولاية ينقل. تلتقي فيه أودية المسرة والنص والعرشي، والذي أقيم مؤخرا بجهود أهلية ومجتمعية. تأتي فكرة إنشاء السد في إطار الجهود المبذولة لتوفير المياه سواء الصالحة للشرب وأيضا للمجال الزراعي والحيواني، نظرا لما تعانيه المنطقة من شحف المياه على مدار العام. وبالتالي في وجهة نظرنا أيضا السدود أحد الحلول التي يجب الاعتناء بها في جميع محافظات السلطنة والمناطق التي تعاني من شح المياه. وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قامت بدور إشرافي على المشروع حسب المواصفات المعتمدة لإنشاء السدود، ويبلغ طول قاعدة السد 45 مترا وارتفاع السد مع الأكتاف 11 مترا. كنا أول نعاني من جفاف جفاف حاد في بطريقة المياه، والحمد لله رب العالمين هذا المخزون المياه لا بيفيد البلاد معنا، وبيفيد المناطق المجاورة، وبيفيد الطويان والأفلاك بإذن الله تعالى. السد والذي تبلغ سعته التخزينية أكثر من 80,000 متر مكعب سيعمل على تنمية الموارد المائية ورفض الآبار والمزارع المجاورة بكميات من المياه لتوفير المخزون الجوفي في القرى التي تجاور السد. الفترة الماضية كان يقطع عنا الماء، يعني تستمر معنا 5 شهور مثلا يوم يهبط الوادي، يستمر معنا 5 شهور ويخلص الماء. الحين لا، الحين باستمرار بإذن الله تعالى من هذا السد. مبادرات مجتمعية والتكاتف الأهلي والقطاع الخاص لإقامة مثل هذه المشاريع الناجحة في مختلف محافظات السلطنة يؤكد على الشراكة المجتمعية. من المؤمل أن يوفر هذا السد كميات من المياه على المدى القريب والبعيد، وسوف يشجع أصحاب المزارع والقرى للاهتمام بمزارعهم ومحاصيلهم في مختلف المواسم. محمد بن سعيد العلوي، محافظة الظاهرة. أوضح المركز الإعلامي لمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض أن المكتبة تقتني النسخة الوحيدة المعروفة حتى الآن في العالم من مخطوطة الإيضاح المرشد من الغي لشمس الدين السخاوي، وهو أحد علماء عصر المماليك بمصر ممن اشتغلوا بعلوم الحديث والتفسير والتاريخ. وتأتي قيمة المخطوطة في أنها تحوي قدرا كبيرا من علماء الحديث والتأويل، كما أنها تتضمن مجموعة من مصطلحات علوم الحديث جاءت في سياق شرح الحديث وتفسيره. ويرجع تاريخ نسخ المخطوطة إلى عام 1190 للهجرة. وإلى مدينة دبي التي تسعى لتكون واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم، حيث تعمل على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي لمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة من خلال التنبؤ بها بتلك التقنية الحديثة. الذكاء الاصطناعي تقنية تستخدمها شرطة دبي للتكهن بالجرائم وتقليل المساحة الزمنية اللازمة للتحرك ورد الفعل، لتكون الإمارة واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم.
So the interactive map systems, an AI, this is an AI system. وقال عبد الله راشد المعمري الملازم أول في مركز القيادة والسيطرة في دبي إن نظام الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل البيانات وإعطاء النتائج للضباط في المركز، كما يقوم بتعريفهم بالنقاط الساخنة وأماكنها في كل منطقة بالنسبة لكل دورية، حتى يمكن لدوريات الشرطة التركيز على هذه المناطق. وتعتمد لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي على البيانات التاريخية للجرائم لتسليط الضوء على المناطق التي تزداد فيها الجرائم، ولكي يضع ضباط الدوريات هذه المناطق في بؤرة اهتمامهم. كما يتعرف النظام على المخالفات المرورية أو التهديدات الوشيكة، ويعطي إشارات تنبيه للوحدات بشأن المواقيت والمواقع. ورغم المخاوف التي تثيرها زيادة الرقابة، يؤكد رئيس نظم المعلومات الجغرافية في شرطة دبي الملازم مهندس خالد خميس الفلاسي أن النظام لا يقوم بتخزين أي أسماء، وأن ما يتم تخزينه هو المواقع فقط. وتستخدم دبي ما يقرب من 300,000 كاميرا للمراقبة في جميع أنحاء الإمارة لدعم هذه التكنولوجيا. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. كيفية إنتاج الأكسجين الطبي. أهلا بكم مجددا. للإنسان شغف وهوايات عديدة، منها تربية الحيوانات الأليفة والاعتناء بها. وفي العاصمة الأردنية عمان تحظى الغزلان والطيور والحيوانات البرية باهتمام كبير. إلى التفاصيل. يستيقظ الأردني حسن العبوس صباح كل يوم ويتوجه إلى مزرعته، حيث يربي 30 غزالا وحيوانات أخرى وطيورا برية، وهي هواية يستمتع من خلالها بمنظر تلك الحيوانات ويجد نفسه شغوفا بها. العبوس وهو طيار يقول إن تربية تلك الغزلان المنقطة باللونين البني والأبيض ليست مجرد شغف، لكنها مصدر للصفاء الذهني أيضا. وبدأ الرجل تربية الغزلان في منزله بعمان قبل 8 سنوات بعد أن تلقى 3 غزلان كهدية من صديق، ومنذ ذلك الحين بدأ يربي أنواعا أخرى من الحيوانات الجميلة مثل النعام والطاووس والدجاج والغنم. أول ما بلش أنا جاني 3 غزلان هدية، أنثيين وذكر، وبعدها صارت عندي هواية لهم وصرت أربي فيهم، وصار عندي زي حب للغزلان وهواية لهم، يعني استمتع في منظرهم الخاص الصبح، خاصة لما يكونوا مولدين جديد من ناحية المواليد الجديدة، فصار زي هواية عندي. فلهذا السبب أني زدت العدد، لولا ما كان عندي هواية لهم وحب واستطلاع لهم ما زدت العدد، ويعني ربيت أكثر من هيك. الرجل وهو أب لخمسة أبناء وجد لخمسة عشر حفيدة ينفق من ماله الخاص على رعاية حيواناته وطيوره دون أن يحقق أي ربح نتيجة إطعامها وتربيتها.
انا تقريبا 30 راس كلفهم من 300 الى 500 دينار شهريا، بين علف وبين علاجات وبين اشراف طبيب، عليهم من 300 الى 500 دينار. مردود مالي ما في منهم مردود مالي. ويقول العبوس انه يشعر بسعاده غامره عندما يزوره اصدقاؤه واولادهم واحيانا بعض الرحلات المدرسيه لمشاهدة الطيور والحيوانات المختلفة التي يربيها في مزرعته. من الطقوس الليلية الصيفية عند معظم سكان إسبانيا، رؤية الكراسي تخرج من المنازل وتوضع على الأرصفة ليعقد الجيران جلسات سمر ويتبادلون الأحاديث في ساعات المساء. لذلك تسعى قرية الكار جنوب إسبانيا لدخول قائمة اليونسكو للتراث العالمي باعتبار أن هذا التقليد كنز ثقافي. القرية التي تضم 1400 شخص قدمت السلطات هناك طلبا لإضافة هذا التقليد إلى قائمة اليونسكو للإرث الحضاري غير المادي، آملة أن يحظى بمكانة ضمن قائمة تضم صنع البيتزا في مدينة نابولي الإيطالية وثقافة الساونا في فنلندا، وصولا إلى مسابقة قص العشب في البوسنة والهرسك. يعد الأكسجين الطبي جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية في المستشفيات باعتباره عالي النقاء، حيث نحصل عليه بعد عدة مراحل من التصفية. وللمعرفة أكثر حول هذه التقنية نتابع معاً هذا التقرير. نحصل على الأكسجين الطبي من خلال الهواء بعد ضغطه وتصفيته وتنقيته. تخفض درجة حرارته إلى حوالي 200 درجة مئوية تحت الصفر للحصول على هواء سائل والتمكن من فصل الأكسجين عن النيتروجين. ثم يتم التحكم بالأكسجين السائل في خزان فيصبح مادة طبية نقية بدرجة 99.5%. يعرف هذا الأكسجين من خلال رقم يسمح بتتبعه إلى المستشفى. ينقل الأكسجين بصيغة مركزة إما على شكل سائل بكميات كبيرة عند 182 درجة مئوية تحت الصفر في خزانات كبيرة عازلة، أو على شكل غاز في زجاجات أصغر حجماً. لتر واحد من الأكسجين السائل يعادل 800 لتر من الأكسجين على شكل غاز. يخزن الهواء السائل في خزانات داخل المستشفيات ثم يحول إلى غاز بفضل مبخرات. يوجه إلى أقسام مختلفة من خلال نظام أنابيب تحت إشراف صيدلي. يمكن أيضاً إنتاج أكسجين مركز بنسبة 93% باستخدام جهاز تركيز، وهو عبارة عن جهاز كهربائي محمول يستخرج الأكسجين من الهواء المحيط وينقيه بشكل آني. تستطيع المستشفيات أيضاً إنتاج الأكسجين متبعة المبدأ نفسه ومعتمدة على وحدات إنتاج أكبر حجماً. وفي ختام نشرتنا الثقافية هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: سد وادي العرش بولاية ينقل مشروع مجتمعي لتنمية الموارد المائية. مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض تقتني النسخة الوحيدة بالعالم لإحدى مخطوطات شمس الدين السخاوي. قرية إسبانية تلجأ إلى اليونسكو بسبب جلسات الأهالي على الأرصفة. نشرتنا انتهت، ونلتقيكم بإذن الله في نشرة أخبار ثقافية قادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.